أهلا بكم متابعي قناة المجلة. بعد طوفان نوح عليه السلام، وتحديدا بين سنة 2000 و2500 قبل الميلاد، أتت حقبة شهدت طغيانا لم تشهده حقبة أخرى في التاريخ الإنساني. وكانت الحضارة الظاهرة في ذلك الوقت هي حضارة بابل، التي توفد عليها ملوكا من عتاة التاريخ، وكان من بينهم ملك اسمه زاهاك، ذكرته كتب التاريخ العربي باسم الضحاك، ورجح المؤرخون أن يكون الملك زوروستر، كما رجح البعض أن يكون هو نفسه النمرود لتشابه تفاصيل حياتهما وتداخل فترة الحكم المذكورة لكليهما. فكثير من المؤرخين ذكروا قصة الملك الضحاك الساحر الفاجر الذي يستعين بالشيطان في حكمه، ولديه ثعبانان على كتفيه يطعمهما من رؤوس الناس، ثم يأتي البطل كاوي يقتله ويأسره في جبل ديمباوند. ذكر المؤرخون أيضا في نفس الكتب قصة الملك النمرود المتجبر الذي بنى برج بابل. ومن المؤرخين الذين ذكروا القصة الطبري في تاريخ الطبري، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، والفردوسي في الشاهنامة، وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. وقد جمعنا لكم في هذا الفيديو بين الروايات التاريخية وما يتوافق مع القرآن الكريم، فكونوا معنا. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. بداية، من هو النمرود؟ هو النمرود بن كنعان ابن كوش بن سام ابن نوح عليه السلام، وقد استمر ملكه 400 سنة يحكم شعبه بالحديد والنار. وكان النمرود ملكا جبارا متكبرا، كافرا للنعمة، مدعيا للربوبية، وهو أول من وضع التاج على رأسه، وأول من تعلم السحر، وقد بنى أحد عجائب الدنيا السبع، وهو برج بابل العظيم. كيف كان قبل أن يصبح ملكا؟ قيل أنه قبل أن يصبح ملكا كان يتنعم بالترف والمال، ويحلم أن يصبح حاكما على بابل. وفي يوم من الأيام كان النمرود يغتسل وحوله مجموعة من الجواري، فدخل عليه رجل أحدب وعليه ثياب سوداء. استغرب النمرود كيف دخل عليه حمام القصر. قال الأحدب بسخرية: أنت من سوف تحكم الأرض ومن عليها؟ غضب النمرود غضبا شديدا، وأمر الجنود بقتله وقتل جميع الجواري اللواتي كن حوله بسبب ما سمعوه من الأحدب. وبعد أن صعد إلى غرفته وجد الرجل نفسه الذي قتل، فتعجب النمرود وقال: من أنت؟ قال: أنا أمير النور يوم خلق النور، فإذا أردت أن تحكم الأرض وما عليها يجب أن تراني على هيئتي الحقيقية. فتجسد بصورته الحقيقية، فكان الشعر يكسو جسده، وكان عظيم البنية. كان هذا الرجل هو إبليس. أمر النمرود أن يسجد له مقابل أن يعطيه القوة. فكان هذا أول لقاء بين النمرود وإبليس، وأول يوم يتعهد إنسي ببيع روحه للجن مقابل السلطة والقوة. فأخذ إبليس يعلم النمرود كيف يسحر الناس ويملك الأرض. وبعد أن تعلم فنون السحر، أمره إبليس أن يقتل أباه حتى يتسنى له حكم البلاد. بدأ النمرود زوروستر السيطرة على الملك بقتل والده كنعان بن كوش، وهو حفيد نبي الله نوح عليه السلام، وأمر أهل مملكته بالخضوع له والامتثال الكامل لأوامره ونواهيه كإله وملك للأقاليم السبعة، لا يوجد له مثيل أو شريك في الملك. وادعى أنه هو نفسه الشمس، واستمد فكرة التاج من ملوك الجن، فكان أول من وضع التاج على رأسه. وأراد أن يؤسس مقر لمملكته، فجمع ما يقارب 600,000 رجل وطلب منهم أن يشيدوا برجا لا تبلغ قمته إلا بمسيرة عام كامل. وكان له ما أراد، وشيدوا له برجا هو أول عجيبة من عجائب الدنيا. استقر النمرود في ملكه حتى جاء يوم رأى في منامه رؤيا عجيبة جدا. رأى أنه نظر للسماء فإذا بفارس على جواده يأتي في مواجهته، ولما أعاد النظر وجد أن الفارس قد اختفى ليحل محله كوكب متألق في مواجهة الشمس. ولما أعاد النظر مرة أخرى وجد أن الشمس اختفت، والكوكب كأنه فارس يعدو بقوة جهة الأرض موجها إليه سلاحه. ففزع النمرود واستيقظ من نومه، وأمر بالصفوة من علماء بابل كي يفسروا له رؤياه.
فأجمعوا على أن تفسير ذلك أنه سيولد في مملكته ولد تكون نهايته بظهوره. فثار النمرود ثورة عارمة وأمر بأن يقتل أي مولود يولد في مملكته، وأمر جنوده أن يقتحموا البيوت ليفتشوا فيها عن كل مولود. وكان من بين من ولد في تلك الحقبة إبراهيم أبو الأنبياء، ولكن أمه أخفت خبر مولده ونجحت في تضليل جنود النمرود عنه حتى صار يافعاً، وقد رأى في قومه الضلال والطغيان من عبادة الأصنام التي يتوسلون بها للكواكب التي كانت هي آلهتهم، ومنها الشمس التي يمثلها النمرود. كان النمرود يملك القمح والطعام في البلاد، فكان الناس يخرجون ويطلبون الطعام منه. وذات مرة خرج إبراهيم عليه السلام معهم ليختار الطعام مثلهم، فرأى الملك يمر بالناس يسألهم: من ربكم؟ فيقولون: أنت ربنا. حتى مر بإبراهيم فقال: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال: أنا أحيي وأميت من أشاء. فأخذ اثنين من الرجال وقتل أحدهما وأطلق سراح الآخر. قال له إبراهيم: أحيي الذي قتلته. فعجز النمرود عن الرد، ثم سأل إبراهيم: ماذا يفعل ربك؟ قال: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فعجز النمرود مرة ثانية ومنع إبراهيم من أخذ الطعام، فطلب إبراهيم أن يأخذ بعض الرمل ليتطيب أهل بيته من رائحة رمل المدينة. وعندما عاد وضع الرحال ونام، ففتحت زوجته الرحال فوجدت أطيب الطعام وقامت بتحضيره. ولما قام إبراهيم من نومه سألها: من أين هذا؟ قالت له: أنت من أحضرته. فعلم أنه من عند الله فحمده. ونزل بعدها إلى قومه ليخبرهم بأن يعبدوا الله وحده ويبتعدوا عن عبادة النمرود، لكنهم رفضوا. وفي أحد الأيام بينما كان القوم يحتفلون خارج منازلهم، ذهب إبراهيم إلى أصنامهم وكسرها جميعا إلا الصنم الكبير لديهم. ولما عادوا سألوا إبراهيم: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال لهم: قد فعلها كبير الأصنام هذا، فاسألوه. فقالوا له: كيف لصنم أن يفعل هذا وهو لا ينفع ولا يضر؟ فأخذوه للنمرود. وهنا كانت فرصة النمرود للنيل من إبراهيم عليه السلام، فقال لهم: اجمعوا حطبا كثيرا واحفروا حفرة عظيمة وأشعلوا نارا قوية. فكانت أعظم نار تقام في المدينة، ورموا بها إبراهيم وتركوها أياما ليجمعوا رماد الرجل الذي تجرأ على الآلهة، فوجدوا أن النار لم تمس إبراهيم عليه السلام. غضب النمرود غضبا شديدا، وبدأت الناس تؤمن برب إبراهيم، وطلب النمرود من إبليس أن يساعده. حينها قال له إبليس: إن إبراهيم شيطان من الشياطين، لذلك لم تمسه النار ولم يخبره أنه نبي منزل. فقال النمرود: ما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا؟ قال إبليس: إنه لا يملك شيئا غير الحيلة. أعلن النمرود تمرده على حليفه إبليس، وأرسل الله له ملكا من الملائكة ليؤمن بالله ويبقى على ملكه. فقال له: هل هناك رب غيري؟ فأرسل إليه ملكا آخر فرفض، وأرسل إليه ثالثا فقال له أن اجمع جموعك في 3 أيام. فجمع جنوده فأرسل الله عليهم جيشا من البعوض أكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، ولم يبق سوى النمرود. فأرسلت عليه بعوضة دخلت إلى أنفه ثم إلى دماغه، فلا يهدأ إلا إذا ضربه جنوده بالمطارق على رأسه. وظل النمرود يتعذب لسنوات طويلة، ويقال أنه تعذب 400 سنة يضرب بالمطارق، وهي نفس المدة التي حكم بها هذا الحاكم الجبار، حتى مات جنونا من كثرة الضرب. لماذا الاشتراك بقناة المجلة؟ المجلة منصة إعلامية تثقيفية رقمية شاملة. أسرار وملفات غامضة تفتح لك لأول مرة عبر هذه المنصة. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك
وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.